هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. انسجام كبير بين اللاعبين، حافظين بعض، متحكمين في أرضية الملعب. يفقد الكرة، يعود للخلف الهروب من الرقابة. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة في وضعية هجومية. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. محمد، قد تكون هذه الفرصة. عند الإمكانية هنا، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي. كان ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. بيتس، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. يفقد الاستحواذ. ضاعت الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. يرسل الكرة على الجناح. ماذا سيفعل الآن؟ يلعبها في مكان. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. الكرة بتتحول إلى رمية تماس. بيتس، عمل جيد في قطع الكرة. انطلاقة وبداية فرصة. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. There will be a minimum of 2 minutes of added time. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. كرة أخيرة للتقدم الآن. هدف التقدم يأتي، يغير مسار المباراة. نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة
مشاهدينا متابعينا بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. بتروح الكرة للخصم. بيتس. تمركز ممتاز وساعدك في قطع الكرة. فرصة قد تشكل خطورة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. الحكم يؤدي الأفضلية. وصلت اللعب الآن بدون احتساب خطأ. محمد عند الكرة في مكان خطير. برافو في التغطية. شوف تدخل خاطئ في هذا التوقيت. ممكن أن نشاهد بطاقة. كارت أصفر في وجه أحد أهم اللاعبين اليوم. عليه أن يحذر فيما تبقى من هذا اللقاء. وايت. الله على التدخل المثالي. شوف كيف خلص الكرة. فقدوا الكرة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. بكل هدوء الفريق يتناقل الكرة من لمسة إلى لمسة. الكرة من قدم إلى أخرى بكل سلاسة. محاولة لخلخلة الدفاع وإيجاد ثغرة. يضرب الآن. كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. ركنية بتلعب. هنا في مكان خطير. بيعدي وبيمر بالكرة. قرار شجاع من حكم الرأي في احتساب هذا التسلل. الموقف صعب بصراحة. خلونا نشوف الإعادة. رمية تماس. ضاعت الكرة. قد تكون هذه الفرصة. عرضية بدون تركيز. الكرة إلى ركلة مرمى. ممتاز الفريق في نقل الكرات. كرة التعادل. تعادل يأتي. يعيد المباراة للبداية. مباراة بتنافس عالي. تقارب في المستوى. نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا. والكرة تعود إلى نقطة البداية. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع زملائها في أرضية الملعب. دقة كبيرة في التمرير. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. الجماهير تشعر بالإحباط. كرة بينية خلف المدافعين. تسرع بعض الشيء في مسألة التحرك. الحكم يعلن عن وجود تسلل. يفقد الكرة. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. كرة في مكان خطير.
يفكر في الخيارات اللي أمامه. فرصة للعرضية، ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. عند الكرة الآن، اعتراض ممتاز للكرة البينية يمنع الكرة اللي كان ممكن تكون خطيرة. يعود بالكرة مرة أخرى بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، مجهود مميز. يا رب، من بعيد، من مسافة قذيفة، مرت من الجميع، الكرة تصل إلى الشباك. الله على هذه الكرة. شاهد التسديدة المميزة التي جاءت من بعيد والتي أسفرت عن هدف رائع، مرة من الجميع وحرك الشباك من مسافة بعيدة. استقرت قذيفة صاروخية سكنت الشباك. تسويبة كانت رائعة من بعيد، خادعت حارس المرمى وسكنت الشباك. عند الإمكانية هنا يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، كانت خطيرة جدا، تدخل وأبعدها في توقيت مثالي. كرة بتتخلص، برافو للمدافع في التغطية. يا رب، يتعادلون في اللحظة الأخيرة، يعودون، سجلوها وفعلوها، هدف في وقت قاتل. يا الله يا الله. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. بناء مستمر لهذه الهجمة، شوف النقلات، عندهم فرصة لتسجيل، فرصة للتقدم في المباراة في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. هذه اللقطة، هذه الإعادة، رائع في مباراة اليوم، فعالية كبيرة أمام المرمى، يضيف الهدف الثالث، هاتريك في منتهى الروعة. الله عليك. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعلي. بينية فيها خطورة، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. هنا في مكان خطير، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. نصل معا إلى نهاية الشوط الثاني والمباراة. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، ظهر بمستوى جيد حقيقة، نجح في زيارة الشباك 3 مرات، أكيد ما راح ينسى هذا الهاتريك اللي ساعد من خلاله.